بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس العشرون، وفيه تفسير سورة القمر من الآية الأولى إلى الآية السابعة عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه سورة عظيمة ذكر الله جل وعلا فيها أحوال المكذبين للرسل، وبدأها بحال المشركين الذين على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وإمام المرسلين. فهي سورة عظيمة فيها عبرة وعظة تذكرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة قاف وبسورة اقتربت في صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لما فيهما من العبر والعظات، فيقرأهما بمناسبة اجتماع الناس، هذا الاجتماع الكبير في يوم العيد، في صلاة العيد كان يقرأ صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين العظيمتين تذكيرا للناس. فقوله سبحانه اقتربت الساعة، أي قرب وقتها، والساعة هي نهاية الدنيا وبداية الآخرة، ويحصل عندها أهوال عظيمة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهو يوم مهول، وقد أخفاه الله سبحانه وتعالى، أخفى وقته عن عباده، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فضلا عن غيره، ف
فهو من الأمور التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وكان المشركون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فيخبرهم أنه لا يدري عنها، أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وليس للناس مصلحة في بيان وقتها، لو كان لهم مصلحة في ذلك لبينه الله جل وعلا، استأثر سبحانه وتعالى بعلمها. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت سواء لا نعلمها، لأن الله حجب ذلك عن عباده، استأثر به سبحانه وتعالى. قال أخبرني عن أماراتها، أمارات الساعة ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يستعد الناس ويعتبروا. قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة، أي ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أشراطها علاماتها الدالة على قربها. سألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وفي هذه مطلع هذه السورة أخبر سبحانه وتعالى عن قربها، فقال اقتربت الساعة، اقترب وقت أو زمان حدوثها، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الساعة قريبة وأماراتها كما قال الله جل وعلا فقد جاء أشراطها. أول أمارات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء ولا يبعث بعده نبي إلى أن تقوم الساعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، يعني تأتي الساعة بعد والحشر بعده صلى الله عليه وسلم. اقتربت الساعة، ومعنى هذا أن وقتها قريب بالنسبة لما مضى من الزمان، فإذا قست ما بقي بما مضى تجد أن الباقي قليل. اقتربت الساعة، الباقي بالنسبة لعمر الدنيا قليل، ما بقي إلا القليل من الدنيا. وانشق القمر، انشق القمر من علامات الساعة انشقاق القمر، وقد حصل. وانشق انشقاقا أي انفلق فلقتين، ورآه أهل مكة معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت فلقة منه على جبل أبي قبيس، وفلقة الثانية على جبل قعيقعان المقابل له، وهم ينظرون إلى ذلك، لكنهم كذبوا بهذا ولم يصدقوا أن القمر سينشق، فقالوا لعل إن محمدا سحر أبصارنا، سحر أبصارنا. فاسألوا القادمين من المسافرين، اسألوهم إذا قدموا، فكان كل من قدم أخبرهم أنه رأى القمر قد انشق، فتبين بذلك كذبهم وأن انشقاق القمر حقيقة لا سحر. والرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء ليسوا سحرا، وإنما هم أنبياء الله الصادقون المصدقون. ثم إن القمر ليس قريبا من البشر، هو في السماوات، في السماء الدنيا بعيد عن متناول البشر، فكيف يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسحرهم به وهو بعيد عنهم؟ وانشق القمر، انشق انشقاقا حقيقيا. يقول ابن كثير رحمه الله قد تواترت
الأخبار والأحاديث في هذا، فلم يبقى مجال للشك في وقوعه. انشق القمر. من المفسرين من يحاول أن يقول هذا عبارة عن ظهور الحق، تأويل يؤولون هذا، عبارة عن ظهور الحق وبيانه واندحار الباطل، وهذا شك وهذا الكلام باطل، لأنه تأويل لما ذكر الله سبحانه وتعالى بالرأي والعقل، فلا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. ثم قال جل وعلا: وإن يروا آية يروا، أي كفار قريش مشركين، يعرضوا، لأنهم لا يريدون الحق. والإنسان إذا كان لا يريد الحق فلن تستطيع أن تؤثر عليه، لأنه لا يريد الحق ويتبع هواه، وهذا لا حيلة فيه. قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهم لا يستفيدون من العبر ولا من العظات ولا من الأدلة والبراهين، لأنهم لا يريدون الحق، معاندون، والمعاند لا حيلة فيه. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر، يقولون إن انشقاق القمر إنما هو تخييل وسحر، سحر به محمد أعيننا، لأن هناك نوع من السحر تخييلي كالذي حصل من سحرة فرعون، سحروا أعين الناس استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فزعم هؤلاء أن انشقاق القمر من هذا النوع من السحر التخييلي الذي يسمى بالقمرة التي تسحر الأبصار، وليس سحرا حقيقيا، لأن السحر على قسمين: سحر حقيقي وسحر تخييلي. فهم صنفوا انشقاق القمر من السحر التخييلي. وهكذا القلوب القاسية والقلوب التي لا تؤمن بآيات الله تفسر الأحداث بتفسيرات غريبة بعيدة عن العقول، فيفسرون المعجزات بتفسيرات غريبة وأنها ليست بمعجزات، ويفسرون الحوادث بأنها لا تدل على عذاب ولا على غضب من الله سبحانه وتعالى، وإنما هي أمور طبيعية كالذي تسمعون الآن من بعض الصحفيين لما حدث الحدث العظيم الذي الزلزال الذي هاجت له البحار وهلك به أمم، يقولون هذا أمر طبيعي، واستغربوا بل أنكروا على من وعظ الناس بمناسبة ذلك وقال هذا بسبب الذنوب والكفر والمعاصي، أنكروا عليه وجهلوه. وهذه عادة، هذه عادة مضطردة عند الذين قست قلوبهم، فلا تؤثر فيهم الآيات، ويلتمسون لها تفسيرا بعيدا وغريبا. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر، ما قالوا هذا آية من آيات الله وهذا يدل على صدق رسول الله ومعجزة من المعجزات، لا، هذا سحر، هذا سحر، سحر مستمر، أيضا ما هو سحر سهل، سحر مستمر يعني قوي، أو سحر مستمر يعني زائل، يزول، سيزول. فهم ما فسروه بأنه عقوبة من الله أو آية أو معجزة، إنما فسروه بتفسير بارد لا يليق بعقل عاقل، ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، استمروا على تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تؤثر فيهم هذه الآية العظيمة، لم تؤثر فيهم هذه الآية العظيمة، بل استمروا على تكذيبهم واتبعوا أهواءهم، ولم يتبعوا الدليل والبرهان وينتفعوا من الآية، وإنما اتبعوا أهواءهم ولم يبحثوا عن الحق. فهم فسروا هذا الحدث بأنه سحر،
مستمر أي قوي أو سحر زائل ولا يبقى سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. قال تعالى وكل أمر مستقر، يعني لا يؤثر فيه تكذيب هؤلاء أو تشكيك هؤلاء، الأمور ثابتة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. فأهل الضلال لا ينتفعون بالآيات، وأهل الإيمان ينتفعون بها. هذا الذي استقر عليه أمر الله جل وعلا ولا يغير ولا يبدل، وكل أمر مستقر أي لا تغيير فيه. ولو شكك فيه ونازع فيه من نازع فإنه لا يتأثر بذلك. وقد قال الله جل وعلا في الآية الأخرى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل نبأ مستقر إذا جاء وقته ظهر وسوف تعلمون. فلا يؤثر في هذا أو يغير من إرادة الله جل وعلا وتقديره، لا يغير فيه آراء الناس وتشكيكات الناس. حتى لو قالوا أنه السحر ما يجعل المعجزة سحرا أبدا، وإنما هذا يدل على سخافة عقولهم وسذاجة أفكارهم. وأما أهل الإيمان فإنهم لا يتأثرون بهذا ولا يقبلون هذا الكلام. قال جل وعلا ولقد جاءهم من الأنباء أي من الأخبار الماضية والأمم الهالكة التي كذبت الرسل، كذبت بالمعجزات والآيات التي معهم، ما قصه الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا القرآن. جاءهم من الأنباء وشاهدوا أيضا بأعينهم الأحداث التي تجري، لكن كما قال الله جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولقد جاءهم من الأنباء، هذا تأكيد، اللام لام القسم وقد للتحقيق، بلغهم فعلنا بالأمم المكذبة قبلهم ولكن لم يتعظوا ويحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم قبلهم، لأن قلوبهم ميتة لا تؤثر فيها المواعظ والأحداث. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر أي زاجر، لمن له قلب. مزدجر أصله مزدجر بالتاء ثم أبدلت التاء دالا وصار مزدجر. ما فيه مزدجر أي موعظة وزاجر لمن يتدبر بعقله، يتدبر بعقله ما يبلغه من الأحداث. ولكن مع هذا لم يزدجروا، ما فيه مزدجر. ثم قال جل وعلا حكمة بالغة، حكمة من الله أن إصرارهم على الكفر والعناد هذا حكمة من الله، أن الله جل وعلا حرمهم من الهداية لأنهم لا يصلحون للهداية وليسوا موضعا للهداية. والله جل وعلا حكيم عليم، يضع الهداية في من يقبلها ويستحقها ويصرف عنها من لا يريدها ولا يستحقها. هذه حكمته سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، هذه حكمة من الله جل وعلا، حكمة بالغة، حكمة عظيمة بالغة للعقول والأفهام لا يستريب فيها من في قلبه إيمان. فالله جل وعلا لا يجري ما يجري في هذا الكون من إيمان وكفر وهدى وضلال وخير وشر إلا لحكمة، إلا لحكمة بالغة. فما تغني النذر، ما تغني النذر، استنكار أن النذر لا تغني في هؤلاء. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي شيء تغنيه وتفيده النذر جمع نذير من الحوادث والوقائع التي تنذر الناس من الأخطار، أو النذر الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالنذر تشمل الرسل وتشمل الأحداث والوقائع، كلها نذر لمن ينتفع بها
ويعتبر بها، أما من لا ينتفع بها فإنها لا تغني في حقه، لأن الله عاقبه بطمس قلبه وعمى بصيرته، فما تفيد فيه المواعظ ولا الزواجر ولا الأنباء الصادقة عن الأمم السابقة. ثم قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فتولى عنهم، تولى عنهم أي أعرض عنهم ولا يهمك شأنهم، لأنك قد بلغت، لأنك قد بلغت وأديت ما عليك، فأعرض عنهم ولا تهتم بهم، وكل أمرهم إلى الله، كما قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين. وهذا الإعراض يوم أن كان صلى الله عليه وسلم في مكة في العهد المكي، سورة مكية، كان مأمورا بالإعراض مع الإبلاغ والإنذار، إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار له قوة، حينئذ أمره الله بالجهاد، أمره بجهاد الكفار. أما في مكة فهو مأمور بالإعراض والصفح والإمهال، لأنه لا قدرة له على مصارعتهم ومجالدتهم، هذا في العهد المكي. ثم نسخ ذلك في العهد المدني حينما توفرت للمسلمين القوة والقدرة على الجهاد. ثم قال جل وعلا مذكرا بما يحدث في المستقبل: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وهذا عند البعث. والداعي هو إسرافيل عليه السلام حينما ينفخ في الصور نفخة البعث ويدعو الأموات إلى أن يقوموا من قبورهم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون. دعوة واحدة ما لها تكرار، ولا أحد يتخلف. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تجتمع أعضاؤهم وشعورهم ولحومهم وعظامهم وجلودهم تجتمع، وعروقهم كما خلقهم الله أول مرة. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، تجتمع بإذن الله ويقومون من قبورهم. ثم يدعوهم إسرافيل إلى السير إلى المحشر من القبور، وما يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الجراد كما تشاهدونه إذا انتشر في الأرض واختلط، فالناس يكونون مثل الجراد إذا بعثوا من قبورهم، كأنهم جراد منتشر على وجه الأرض، مهطعين إلى الداعي وهو إسرافيل الذي يدعوهم إلى السير إلى المحشر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، من الأجداث إلى ربهم وهي القبور، الأجداث جمع جدث وهو القبر، ينسلون إلى ربهم مهطعين إلى الداعي أي مسرعين، حتى ما هم يمشون على هون أو يتلفتون أو يشرد أحد أو يتخلف أحد أبدا، كأنهم إلى نصب يوفضون، إلى نصب يعني علم، العلم الذي يسير عليه الجند لا يتخلف منه أحد ولا يميل أحد، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، في ذاك اليوم يدركون ما فرطوا فيه وما ضيعوه في حياتهم الدنيا، لكن لا ينفعهم التذكر حين ذاك أبدا، لأنه فات وقت التذكر والاعتبار. يقول الكافرون هذا يوم عسر، كما قال الله جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال جل وعلا: وكان يوما على الكافرين عسيرا، ومفهومه أنه سهل على المؤمنين، أن المؤمنين يكون هذا اليوم
سهلا عليهم، إنما عسره ومشقته على الكافرين والعياذ بالله الذين لم يحسبوا له حسابه. أما المؤمنون فهم حسبوا له حسابه واستعدوا له وآمنوا به، فسهل عليهم في الآخرة. يقول الكافرون هذا يوم عسر. ثم ذكرهم بالأمم السابقة التي كذبت رسلها، فقال كذبت قبلهم، أي قبل قومك يا محمد، كذبت قبلهم قوم نوح. قوم نوح، ونوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض لما حدث الشرك، لما حدث الشرك في الأرض بعبادة الصالحين والغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، بعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة هؤلاء المخلوقين، ولكنهم تمردوا وعتوا، واستمر نوح عليه السلام يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يستجب له منهم إلا القليل. وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لأنه ما هم مطموع في هدايتهم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لأن الله أخبره بذلك فلا يرجى إسلامه. فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام. كذبت قبلهم قوم نوح، وكذبوا عبدنا نوح عليه السلام، وصفه بالعبودية لله ونسبه إلى نفسه عبدنا، لأن العبودية على نوعين: عبودية عامة لجميع الخلق كلهم عباد الله، المؤمن والكافر والبر والفاجر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عد. هذه عبودية عامة. أما العبودية الخاصة فهي عبودية الإيمان، عبودية الإيمان بالله عز وجل. فنوح عليه السلام عبد الله بمعنى العبودية الخاصة، كذبوا عبدنا، كما قال في الآية الأخرى إنه كان عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. كذبوا عبدنا، إضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم. أما إضافة بقية العالم من الكفار فهي إضافة خلق وإيجاد، إضافة خلق وإيجاد، وإلا فكلهم عباد الله. كذبوا عبدنا، هذا تشريف له عليه الصلاة والسلام. وقالوا مجنون، أكمل خلق الله عقلا، قالوا إنه مجنون، إنه مجنون، كما قالوا في محمد إنه ساحر، إنه مجنون، إنه كاهن، إنه كذاب، إلى آخر ما يقولون. وقالوا مجنون، والمجنون هو الذي يخالطه الجني فيخبله ويصبح يتكلم بكلام غير معقول، هذا المجنون الذي به مس من الجن. قالوا مجنون. ومع هذا لم يكتفوا بهذا، بل زجروه وازدجر، زجروه وهددوه عليه الصلاة والسلام، وأغلظوا في حقه وهو يصبر عليه الصلاة والسلام، يصبر على أذاه. وازدجر، أصله استجر بالتاء وأبدلت التاء دالا بعد الزاي. وقالوا مجنون. وأيضا زجروه زجرا شنيعا واللائق به عليه الصلاة والسلام الإكرام والتوقير والاحترام، كذلك جميع الرسل لهم حق على الناس في الاحترام والتوقير والتقدير والاتباع. أما العكس وهو أن يزجروا وينهروا فهذا لا يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عند ذلك لما طال العهد ولم يستجب له إلا القليل، وأخبره الله، أخبره الله أنهم لا، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا ربه، دعا ربه كما في آخر سورة نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
فدعا ربه أني مغلوب، أني مغلوب فانتصر، أي انتصر لي. تغلب عليه الكفار وبلغوا حدا من الكفر والتحدي لم يبلغه غيرهم مع طول العهد 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله، ولا ترك سبيل من الدعوة من سبل الدعوة إلا وقد قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ما يريدون سمع صوت نوح عليه السلام، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم تغطون عنه حتى وأصروا صروا على كفرهم واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. السورة كلها في قصة نوح مع قومه ومعالجته لهم، صبره عليهم وحرصه على هدايتهم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر لي يا ربي، لأن الله ينتصر لعباده المؤمنين ويجعل العاقبة لهم هلا الكافرين والمعاندين. فأجاب الله دعاءه، أجاب الله دعاءه، فأمر السماء فانهمرت بالماء وأمر الأرض فنبعت بالمياه، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر ليس كالعادة مطر يعني ودق، وإنما هو منهمر والعياذ بالله، منصب، منصب انصبابا. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، حتى التنور الذي كان توقد فيه النار ومحل للحريق نبع صار عين، جرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، على أمر قدره الله وقضاه، وقيل على أمر قد قدر أن الله قدر ماء السماء وماء الأرض، قدر ما ينبع من الأرض وقدر ما ينزل من السماء، فالتقى ماء السماء المقدر وماء الأرض المقدر. ماذا كان لنوح عليه السلام وما هو شأنه في هذه الحادثة؟ وحملناه، حمل نوحا عليه السلام، حملناه على ذات ألواح ودسر وهي السفينة، أمره الله أن يصنع السفينة، وكانوا يسخرون منه ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لما تكامل صنع السفينة أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين لبقاء النسل، ثم حصل الطوفان، حصل الطوفان، فسارت السفينة على الطوفان على الأمواج وهي تجري بهم في موج كالجبال، في موج كالجبال. فعند ذلك أنجى الله نبيه رسوله نوحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين، ومن معه أيضا من بقية المخلوقات الأزواج التي حملها معه لبقاء النسل، وأغرق أهل الأرض كلهم عن آخرهم، ولم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة، تجري بأعيننا بمرأى منا وحفظ وكلاءة وتوجيه للسفينة سيرها الله سبحانه وتعالى، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لنوح عليه السلام، جزاؤه أن الله أنجاه حين كفر، كفر به قومه، وقرئ جزاء لمن كان كفر، أي أن هذا الغرق جزاء الكفرة، من كان كفر جزاء لمن كان كفر، هذه القراءة المشهورة، أي نوح عليه السلام لما كفره قومه أنجاه الله وأهلكهم. أفلا يعتبر هؤلاء الذين عصوا أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يعتبرون بهذا الحدث؟ ولقد تركناها آية،
ترك الله السفينة آية، أي علامة على قدرته سبحانه وتعالى. قيل إنها تركت في بذاتها، وذات ألواح الخشب، ذات ألواح يعني الخشب، والدسر المسامير، الدسر المسامير، وقيل الحبال التي تربطها، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية، آية للمعتبرين، بقيت هي بذاتها أو جنس، أو المراد جنسها، مما تعلم الناس من صناعة المراكب البحرية والفلك التي تجري في البحر. أبقى الله جل وعلا هذه الصنعة في بني آدم آية على قدرته سبحانه. ومن أعظم الآيات أن هذه البواخر والمراكب والبوارج الهائلة تمشي على البحر على الماء، ولا تغرق ولا تغوص في الماء. من الذي يحملها؟ هو الله جل وعلا. وأيضا تقف على البحر ولا تغوص، لا تغوص لا ماشية ولا واقفة مع ما فيها من الأحمال الثقيلة. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي متذكر ومتعظ ومعتبر، هل من مدكر؟ هذا تنبيه وحث على التذكر والاعتبار، وألا تجري هذه الحوادث، أو ذكر لا يجري ذكر هذه الحوادث عابرا فقط بدون اعتبار. فأنت حينما تقرأ القرآن، تقرأ التاريخ، يجب أن تعتبر وأن تخاف من الله، لا مجرد الاطلاع فقط، لا لمجرد الاطلاع والثقافة فقط، بل الأهم من ذلك هو الاعتبار والاتعاظ. فهل من مدكر؟ ثم قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر. سهل الله القرآن العظيم، سهله للحفظ والتعلم وللتدبر وللعمل، فهو ميسر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. هذا شيء واضح، تجد الطفل الصغير يحفظ القرآن، بينما لو تأمره بحفظ قصة ولا حفظ أسطر من التاريخ ما يستطيع يحفظها ولا يتقنها، لكن القرآن ما شاء الله يقرأه بسهولة ويحفظه ويبقى في ذاكرته. هذا من تسهيل الله لهذا القرآن. وكذلك تدبر القرآن سهل أيضا، لأنه بلسان عربي مبين فصيح، فحفظه وتدبره والعمل به أيضا، لأن القرآن ينهى عن التشدد وينهى عن التساهل في العمل، بل يأمر بالوسط، فهو ميسر. وأيضا فيه الرخص لمن يحتاج إلى الرخص: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ففيه رخص عند الحاجة وعند الضرورة، فيه رخص، فهو ميسر للعمل، ليس فيه صعوبة، فهو ميسر من كل الوجوه. ولقد يسرنا القرآن للذكر لمن أراد أن يتذكر. أما الإنسان اللي ما عنده أهمية ولا عنده تذكر فلا ينتفع بالقرآن، لا ينتفع بالقرآن. ولهذا قال: فهل من مدكر. هذا حث على الإقبال على القرآن تعلما وتعليما وتدبرا وعلما وعملا، حث على ذلك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل حفظ القرآن مقدم على طلب العلم؟ ومن لم يحفظه هل يلزمه حفظه قبل الطلب؟ لا شك أن حفظ القرآن ينبغي أن يكون مقدما على طلب العلم في سن مبكرة، في سن مبكرة تعلمه وهو صغير، من أجل أن يرسخ في ذاكرته، والحفظ أسهل عليه. ثم إذا أدرك وكبر يطلب العلم ويكون عنده الأصل وهو القرآن. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما مفرد كلمة أشراط وما علاقتها في المعنى بعلامات الساعة؟ هي علامات الساعة، الأشراط هي العلامات، قد جاء أشراطها أي علاماتها، وأولها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال أشراط الساعة تأتي تباعا إلى أن تأتي العلامات الكبار، العلامات الكبار المتتابعة، نعم، التي أولها خروج المهدي، ثم نزول، ثم ظهور الدجال، ثم نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة الإسلام، ثم ظهور الدابة، ثم ظهور الشمس، من طلوع الشمس من مغربها، ثم النار التي تحشر الناس إلى المحشر، تسوقهم إلى المحشر، متتابعة بعضها يتبع بعضا، نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى تجري بأعيننا، من فسرها بأن معنى أعيننا هو الحفظ والرعاية، هل يعد هذا من تأويل الصفات؟ نعم، هذا من تأويل الصفات. بأعيننا لما كان الضمير ضمير الجمع ناسب أن تجمع الأعين، ناسب أن تجمع الأعين لمطابقة الضمير. ومن لازم نظر الله إليها، من لازم ذلك أنه يحفظها، هو ينظر إليها سبحانه من أجل أن يحفظها ويسيرها، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن البشر قد وصلوا إلى القمر أم أنه كذب؟ وهل القمر نور للأرض والسماء الدنيا أم أنه نور للسماوات السبع كلها كما قال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا؟ القمر في السماء الدنيا، في السماء الدنيا، والوصول إليه نحن ما صحبناهم ولا ندري، هم يقولون هذا ونحن لا نصدقهم، لا نصدقهم لأنهم كفار لا يصدق خبرهم، نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأنا في بعض كتب الغربيين الذين ذهبوا إلى القمر أنهم رأوا آثار انشقاق القمر، والسؤال: هل يستأنس بقول من قال من هؤلاء على ترجيح قول المفسرين الذين ذهبوا إلى أن الانشقاق كان حقيقيا؟ ما أنهم يرون أثر انشقاق القمر فلا أدري، أنا أشك في وصولهم، فكيف بأنهم رأوا آثار انشقاق القمر؟ هذه أمور ما نبحث فيها ولا ندخل فيها، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل علامات الساعة الصغرى قد اكتملت؟ الله أعلم، حصل منها ما حصل ويأتي بقيتها، الله أعلم، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في الدرس كما ترون الآن من الحوادث والأشياء التي تدل على علامات الساعة ونهاية الدنيا، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في الدرس أن السحر ينقسم إلى قسمين، سحر حقيقي وسحر تخيلي، فما الفرق بين القسمين؟ الحقيقي يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه، وأما التخيلي فهذا إنما هو على الأبصار فقط ولا حقيقة له، إنما هو قمرة وتخيل، نعم، ولا حقيقة له ولا يؤثر على الأشياء، لا، الأشياء هي الأشياء ما يؤثر عليها، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يقول: فما هو النور الذي يخرجون منه وهم كفار؟ يخرجونهم من النور اللي هو الوحي، يطردونهم عن الوحي ويمنعونهم من الاستماع إليه، وقد أيضا يخرجون المسلم إلى الردة، يخرجون المسلم والمؤمن إلى الارتداد عن الإيمان والعياذ بالله، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أحد غير الأنبياء والرسل يرى الله جل وعلا في المنام، وهل تكون الرؤيا حق؟ الرؤيا لها خاصية، الرؤيا لها خاصية، والله أعلم هل بإمكان كل أحد أن يرى الله في المنام أو لا، أو هذا خاص
بمن قوي يقينه وإيمانه وأكرمه الله بالرؤيا؟ الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاء في الحديث أن من علامات الساعة ظهور قراء فساق، فما المراد بالقراء؟ هل هم قراء القرآن؟ أي نعم، قراء الفسقاء هم قراء القرآن، يقرؤونه ولا يعملون به. الفسق معناه الخروج عن طاعة الله، فهم لا يطيعون أوامر القرآن. نعم. وإن حسنوا تلاوته وجودوه، المدار ما هو على التلاوة وجودة التلاوة، المدار على العمل، على العمل بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات في قصة الإسراء والمعراج، وأنه رأى الأنبياء عليهم السلام، فهل بعثوا من قبورهم ثم عرج بهم إلى السماء؟ وهل بعد رؤيته لهم أرجعهم الله إلى قبورهم؟ هذه أمور لا ندخل فيها، نصدق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ولا لنا شأن، الله قادر على كل شيء، فلا نبحث في هذه الأمور، وليس لنا فائدة من وراء ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يذكر بعض المؤرخين بأن سفينة نوح وقفت على جبل الجودي في تركيا، فهل يشرع لنا زيارة هذا الجبل من أجل العظة والعبرة كما قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ أنها رست على الجودي، هذا في القرآن، واستوت على الجودي، والجودي معروف جبل في الموصل من العراق، فالجودي موجود، أما السفينة ليست موجودة، فنيت السفينة، فنيت، لكن بقي جنسها وبقيت الصنعة التي علمها الله لنوح عليه السلام بقيت. وأما الزيارة فما يشرع الذهاب، ما يشرع السفر لأجل رؤية الجودي، هذا غير مشروع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل آية فيها قول لقد تكون للقسم والتأكيد، كقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ ما في شك أن اللام لام القسم، وقد في هذا الموضع للتحقيق، لأن قد تأتي للتحقيق، وقد تأتي للتكثير، وقد تأتي للتقليل، تستعمل ثلاثة استعمالات، مثل قد يجود البخيل، هذه للتقليل، قد يجود البخيل، هذه يقولون للتقليل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أشكل علي تفسير خير البرية، فقد جاء أن المراد هو علي وشيعته، ووجدت ذلك في فتح القدير وتفسير القرطبي وابن كثير، فما وجه ذلك؟ هذا من دس الشيعة، هذا من دس الشيعة. البرية هي الخليقة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا عام لعلي عليه رضي الله عنه، عام لعلي رضي الله عنه، وللصالحين من ذريته، ولجميع الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللفظ عام، خير البرية يعني خير الخليقة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بالسماء عندما يذكر المطر السحب، أم السماء الدنيا؟ وما المقصود بلفظ السماء؟ السماء يطلق إطلاقين، إطلاق بمعنى المبنية، السماء المبنية، السماء المبنية سبع الطباق، ويطلق ويراد به ما على وارتفع، ما على وارتفع، مثل عنان السماء، مثل السحاب المسخر بين السماء والأرض، وأنزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب، لأنه مرتفع يسمى سماء، وكل ما على وارتفع يسمى سماء. نعم. صلى الله عليكم. يقول: وما المقصود بالسماء في قوله تعالى: أبواب السماء؟ الأبواب الأبواب الحقيقية، السماوات لها أبواب، نعم، مبنية، وقد يراد به السحاب، إن الله أنشأ سحابا وحمله ماء كثيرا وانهمر، الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الرد على من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خارجي على الخلافة العثمانية، وأنه لم يكن يدعو للخليفة في صلاة الجمعة كما يذكر بعض المؤرخين، وأن الشيخ محمد كان يقول إن الدعاء لولي الأمر في الخطبة بدعة،
أولا قول أنه الشيخ ينسب إلى الشيخ أن الدعاء في الخطبة بدعة، هذا كذب. الشيخ ليس له كلام في هذا، بل إنه يدعو لولاة الأمور بالصلاح والهداية. وأما أنه خارج على الدولة، الدولة ما استولت على بلاد نجد. بلاد نجد بيد أمرائها، كل مدينة وكل قرية عليها أمير يحكمها، وليس للترك عليها سلطة. فهو لم يخرج على الدولة، لم يخرج على الدولة، وإنما دعا إلى الله ودعا الأمراء الموجودين، فهداهم الله واتفقت كلمتهم واجتمعت كلمتهم على قبول الحق. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد عن السيوطي تحديد عمر هذه الأمة وهو أنه 1500 عام، فما أساس هذا التقدير وما حكم ذلك؟ وكيف يجيب عن قوله تعالى: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو؟ السيوطي رحمه الله مكثر من التأليف، ويقولون إنه حاطب ليل، حين يجيب حطب وحين يجيب حيات وعقارب، لأنه يعني بليل ولا يشوف. والسبب في هذا كثرة التأليف بدون تمحيص وبدون اختيار. فهو موسوعة وعالم جليل بلا شك، ولكن مؤلفاته فيها الغث وفيها السمين، فيها الجيد المفيد وفيها الردي، لأن مهمته الجمع فقط. وأما ما ذكر عن الساعة فهذا من جملة ما ذكره عن من قال ذلك، وهو كلام باطل. هذا كلام باطل، هذا من المآخذ عليه رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الإنكار على وزارة من الوزارات على المنبر عند فعلها منكر من المنكرات، أم أن النصيحة تكون سرا كما هي النصيحة لولاة الأمر؟ ماذا يجدي الإنكار على الوزارة؟ لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة يرتاح فيها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يرى الله جل وعلا يوم القيامة قبل دخول الجنة، أم أن الرؤيا لا تكون إلا في الجنة فقط؟ نعم، ورد أنه يرى في العرصات، يعني في ساحات القيامة، إذا جاء لفصل القضاء بين عباده ورد أنه يرى سبحانه وتعالى. نعم، إن كان في مصالح. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم رؤية السحرة والكهنة في التلفاز دون تصديقهم لنرى كيف يتكلمون، وهل يدخل هذا في حديث لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ إذا صدقتهم تدخل في الحديث، أما إذا لم تصدقهم فإنك تأثم وقد لا تقبل لك صلاة 40 يوما. فلا يجوز النظر في هذه القنوات، بل يجب الابتعاد عنها. وما الذي يدريك أنها لا تؤثر عليك، وأنها لا تصرفك عن دينك؟ أنت معصوم، لست بمعصوم، عليك أن تبتعد عنها، غاية الابتعاد، وأن تبعدها عن بيتك وعن أسرتك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل، وهذا سؤال ورد من الجزائر، يقول: نود من فضيلتكم أن تذكروا لنا أهم كتب التفسير التي يمكن أن ندرسها على العوام في المساجد. تفسير ابن كثير رحمه الله، وتفسير البغوي، وتفسير المعاصر، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. هذه التفاسير سهلة وموثوقة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أعمل في الشرطة، وظروف عملي تمنعني من حضور الدروس، ونقوم بتأخير الصلاة عن وقتها لظروف العمل، فهل نحن مثابون؟ هذا حسب الإمكان. الدروس إذا حصل لك فرصة تحضر، وإذا ما حصل فرصة فإنك تبقى في عملك. والحمد لله اليوم تيسرت الأشرطة والكتب، فعليك أنك تستمع وتقرأ وتسأل أهل العلم عما أشكل عليك، وما لا يدرك كله لا يترك كله. وأما تأخير الصلاة عن وقتها فهذا يحتاج إلى تفصيل، ما ندري وش الأسباب ولا ندري وش الوقت اللي تقصد. تأخر الصلاة عن وقتها يعني عن أول وقتها لا بأس بذلك، أو تؤخر الصلاة عن وقتها يعني تخرجها عن وقتها حتى يدخل وقت الثانية، هذا له أحوال وله فيه نظر، يحتاج أنك تكتب السؤال وتوضح فيه، ترسله للإفتاء، ترسله لدار الإفتاء ينظر فيه ويأتيك الجواب إن شاء الله. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل:
بعض المفسرين فسر قوله تعالى فثم وجه الله بالقبلة، فهل في هذا تأويل لهذه الصفة؟ لا، ليس تأويلا لهذه الصفة، لأن الوجه يطلق ويراد به الجهة، أي فثم الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها، ووجه الله ثابت في غير هذه الآية، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، فوجه الله ثابت في غير هذه الآية المحتملة. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب هل لها دليل؟ لا، المشروع عند التثاؤب أن الإنسان يكظمه ما استطاع ولا يسمح له، لأنه من الشيطان، فإن غلبه إنه يضع يده على فمه، يضع يده على فمه ولا يظهر للصوت مثل ما يفعل بعض الناس، حتى في الصلاة بعض الناس يشوش على المصلي، يكظمه ما استطاع، فإن غلبه فإنه يضع يده على فمه ويخفف صوته مهما استطاع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي، وهل هي من ذوات الأسباب؟ المسألة فيها خلاف، من صلى لا ينكر عليه ومن ترك لا ينكر عليه، لأن المسألة فيها خلاف وكل له دليل، الأدلة فيها مختلفة، فالأمر سهل في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما المراد بتأويل الصفات، وهل الأشعرية هم الذين أولوا الصفات؟ تأويل الصفات المراد به تفسيرها بغير تفسير الصحيح، هذا التأويل، تفسير غير الصحيح، هذا تأويل للصفات وصرف لها عن مدلولها، والأشاعرة من الفرق التي أولت الصفات، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية كلهم أولوا الصفات. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل لي بعض الأقارب يذهبون لأداء العمرة ويرجعون إلى بلدهم ولا يقومون بزيارة الأقارب الموجودين في مكة، يقول يذهبون إلى العمرة ويرجعون ولا يزورون أقاربهم الموجودين في مكة، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وفي رحلتهم هذه إلى مكة تكون هجرتهم إلى الله ورسوله فقط، فهل استدلالهم صحيح؟ لا، هذا ما هو صحيح، هذا مضحك، هذا استدلال مضحك. المقصود بهجرته إلى الله ورسوله أنه ما يستقر مكة ويترك البلد الهجرة، ما يستقر مكة ويترك بلد الهجرة، وهذا بالصحابة، خاص بالصحابة رضي الله عنهم، خاص بالصحابة رضي الله عنهم. أما صلة الأقارب هذه واجبة على المعتمر وغيره، إذا كان لك أقارب في مكة يجب عليك أن تزورهم وأن تواصلهم، يجب عليك أن تزور أقاربك وأن تصلهم. نعم. والآن مكة وغيرها كلها ولله الحمد صارت بلاد إسلام، كلها صارت بلاد إسلام، وأنت لست مهاجرا أيضا، أنت مت من المهاجرين، هذا خاص بالذين هاجروا من مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فلم يبقى هجرة من مكة، صارت بلد إسلام، إنما بقيت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا من مكة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل أنا رجل أعمل في القطاع الخاص على فترات صباحية ومسائية، وأخرج عند الساعة 9 صباحا ثم أنام، فماذا علي في صلاة الظهر إذا لم يستطع القيام لها لغلبة النوم؟ توصي من يوقظك، توصي من يوقظك من أهل بيتك ومن حولك، أو تجعل ساعة منبهة تعمل الأسباب للاستيقاظ، وتهتم بهذا وسيعينك الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل إذا قدم لي مسلم طعاما فيه لحم ولا أدري أهو مستورد أم لا، هل أسأل عنه أم أبني على غلبة الظن؟ لا تسأل عنه ولا تكلف، إن شئت كل منه وإن شئت اتركه. نعم. يقول أحسن الله إليكم هناك شركات سعودية للحوم تذبح في الخارج، ويقولون إننا نرسل مشرفين عليها، يقولون إننا نرسل مشرفين على تلك الشركات التي تذبح اللحوم في الخارج، يقول فما حكم الأكل منها؟ إذا قالوا هذا فعلى ذمتهم، إذا قالوا هذا وهم محل ثقة
فيكون هذا على ذمتهم تأكل منها، لأن خبر المسلم يقبل. الأصل في المسلم العدالة الحمد لله، ما لم تعرف أنهم كاذبون في هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الحج عن سجين حكم عليه بالقتل وهو لا يزال حيا؟ إذا كان يقدر على الحج يسمح له يحج، أما إذا كان ما يقدر فهو معذور ويوكل من يحج عنه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الراجح في حكم صلاة الضحى وهل يداوم عليها؟ الراجح أنها سنة مؤكدة، والأفضل عدم المداومة عليها، بل يصلي يوما بعد يوم، صليها يوما بعد يوم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المقصود بالثوب المعصفر وهل هو مكروه أم محرم؟ معصفر المصبوغ بالعصفر، ونبت معروف، نبت معروف وله لون يميل إلى الحمرة، والمسلم منهي عن لبس ما فيه حمرة أو الأحمر الخالص. الأحمر الخالص إذا كان كله مصبوغ بالعصفر فتجنبه. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر في الإحرام لأنه نوع من الطيب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر في هذا الزمان الفتن واشتدت وطأتها، فما وصيتكم لنا خصوصا وأنا لست بطالب علم؟ أولا الدعاء بالثبات، إن الله يثبتنا وإياكم على الدين ويكفينا شر الفتن، وثانيا تجنب الفتن والابتعاد عنها، تجنبها والابتعاد عنها وعن أهلها. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله